مرحبا بكم متابعينا الأعزاء. سكان المدينة اليوم بعيدون جدا عن الطبيعة، وحتى قطتهم ربما سيشعرون بالرعب إذا اكتشفت أن قريبهم في القرية يأكلون الفئران الحقيقية، فهم يأكلون الطعام من المتاجر. لكن في بعض الأحيان نصادف الحياة البرية، وليس دائما مثل هذا الاجتماع بالنسبة لنا يكون ممتعا. شاهدوا هذا الفيديو حتى النهاية وستكتشفون ما تستطيع بعض الحيوانات فعله. دعونا نبدأ. لكن قبل ذلك لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك بالقناة حتى يصلكم كل جديد. هذه الفتاة لم تفعل شيئا سيئا لأحد باستثناء السمكة التي كانت تصطادها، لكن البقرة جاءت من الخلف ودفعتها مباشرة إلى الماء. فمن الغير المرجح أن نكون قادرين على فهم سبب تصرف هذا الحيوان. من يمكنه القدوم لزيارتك دون سابق إنذار إلا إذا كنت تعيش في أستراليا، ولكن الأستراليين غالبا ما يشعرون بالملل من الكنغر. صدقوني أنهم أيضا مثابرون جدا ولن يغادروا حتى يتحصلوا على شيء لذيذ. يطلق على الأسد اسم ملك الوحوش، هو الملك وبالطبع يسعى جاهدا للرفاهية. يبدو أنه يضع عينيه على هذه السيارة، فالسيارة رائعة حقا، لكن ماذا يفعل بها؟ فالأسد على الأرجح لا يعرف، لكنه نظر في السيارة من جميع الجهات، قرر أن يتذوقها، ومن غير المفهوم تماما سبب اهتمام الأسد بالسيارة. في الهند وكل عام تدوس الأفيال مئات الأشخاص عندما تخرج هذه الحيوانات عن نطاق السيطرة. يمكن أن تصبح عدوانية للغاية وتهاجم ليس الأشخاص فحسب، بل حتى السيارات وأي وسيلة نقل أخرى. نظرا لحجمها وقوتها يمكن أن تسبب في خسائر فادحة، ولكن في البرية لن تكون الأفيال أبدا أول من يهاجم أي شخص، يصبحون عدوانيين بسبب سوء السلوك. لكن إذا عملت الفيل جيدا فسوف يستجيب بالمثل، ويمكن لهذا الحيوان أن يصبح صديقا وحاميا ممتازا. شاهد كيف يحمي هذا الفيل سيده. الكلاب ليست فقط أصدقاء البشر المقربين، ولكن بعضها البعض. فشاهد كيف ساعد كلب آخر على الخروج من المسبح. نظرت عائلة الدب في فناء شخص ما في المسبح، وفي يوم صيف حار تقضي الدببة وقتا رائعا. حاولت الدببة السباحة على الوسادة، لكن لم يأتي شيء جيد من هذه الفكرة. ثم بدأت الدببة في اللعب بالفراش كما لو كان بلعبة. عندما يكون هنالك صديق مخلص في الجوار فإن هذه الحيوانات تحتاج إلى مساعدتنا. انظر كيف تساعد هذه الجراء بعضها البعض. قلة من الناس يعرفون، لكن عجل البيسون غالبا ما يهاجم السياح في المتنزهات والمحميات، وفي بعض الأحيان يؤدي ذلك إلى وفاة الأشخاص، وفي كل مرة يحدث هذا بسبب حقيقة أن الناس لم يتبعوا قواعد السلامة، فقد اقتربوا كثيرا من هؤلاء العمالقة، واتضح أن هذا الرجل كان غبيا لدرجة أنه بدأ يضايق الحيوان. بالقرب من نيويورك بعد الهالوين شهد غزال ورأسه عالق في حبة يقطين، ومن أجل تحرير الحيوان كان لابد من استدعاء خدمة رعاية الحيوان. رتبت هذه الأفعى عشها في البئر الذي أخذ منها السكان المحليون المياه الآن. كان جميع القرويين يخشون الذهاب إلى هناك، ولكن كان هنالك متطوع قرر النزول وإخراج الأفعى، بينما كان يهتم ليس فقط بالناس. تم تنفيذ عملية إنقاذ حقيقية نتج عنها تحرير الثعبان، ويمكن للناس أن يسحبوا الماء دون خوف.
ألقي نظرة على هؤلاء الأصدقاء، فهذه القطة حنون للغاية، تعرف حيوانات وحيد القرن وكيف تكون أصدقاء حقيقيين. هنالك العديد من القصص المدهشة حول كيفية الصداقات بين الحيوانات، مختلفة تماما عن بعضها البعض. بينما لا يزال هنالك أشخاص غير قادرين على تكوين صداقات على قدم المساواة مع بعضهم البعض، لا تعتقد أن هذا غريب؟ القرود خبيثة، وربما تعرف عن خرافات القردة والنظارات، لكنك بالكاد فكرت كيف انتهى هذا الأمر مع القرد، حتى أنهم يسحبون كل شيء، النظارات والأدوات والمحافظ، ثم يجلسون ويحاولون معرفة ما يجب فعله بكل هذا. تم تسجيل هذه الإطارات بواسطة كاميرا مراقبة في الهند. قفز قرد من النافذة وكان الرجل حنونا للغاية، لدرجة أنه أراد حتى مداعبته، لكن لا يجب أن تثق في القردة. فقد انتزع الحيوان فاتورة من السجل النقدي وركض بعيدا على ما يبدو إلى أقرب متجر. خلال فترة استراحة صور الناس عن طريق صدفة الوشق، وكانوا مندهشين لرؤية ما تستطيع هذه الحيوانات فعله. ظهرت قصة على الانترنت مفادها أن النمرة تبنت خنازير صغيرة، لأن موظفي حديقة الحيوانات التايلانديين جعلوا الصغار يتنكرون في هيئة أشبال نمر، ولكن في الحقيقة كان كل شيء مختلفا بعض الشيء. كانت هذه النمرة تطعم الخنازير لمدة تصل إلى 4 أشهر، لذلك هي لن توسيها إليهم أبدا. يبدو أن قوانين الجاذبية لا تعمل مع هذه الماعز على الإطلاق، فهي تمشي بسهولة على الجدران، في حين أن خفة حركتها وعدم خوفها يمكن أن تحصد عليه بشدة. تبدو القرود لطيفة فقط في حديقة الحيوانات، وعندما تسير في شوارع المدينة وفي مثل هذه الأعداد فإنها تسبب الكثير من الانزعاج في تايلاندا، فهي في كل مكان وتهاجم الناس في كثير من الأحيان وتسلب الطعام والأشياء الثمينة المختلفة. هذه لقطة مؤثرة جدا لكاندوري الأنديز الذي حط لشكر الأطباء البيطريين الذين عالجوه قبل بضعة أسابيع، وبعض الناس ينسون أن يقولوا شكرا للأطباء قائلين لهم لقد قمتم بعملكم. هذا كل شيء أصدقائي الأعزاء. إذا أعجبكم هذا الفيديو فلا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس حتى يصلكم كل جديد. نراكم بالفيديو المقبل.